اهلا بكم من جديد. لما بنيجي نتكلم عن حياه كريمه وتاثير حياه كريمه، مش عايزين نختزل الفكره في ارقام، لان احنا لو قعدنا نقول اكتر من 8000 مشروع حصلوا في حياه كريمه في منطقه البحيره او في محافظه البحيره، احنا مش بنتكلم عن 8000 مشروع، احنا بنتكلم عن 3.5 مليون بني ادم مصري كان قاعد بلا خدمات او بخدمات بجوده قليله جدا، حياته اختلفت تماما. ناس بقت عارفه تتعالج كويس، ناس بقت علشان تقدر تروح مكتب البريد مش محتاجه تغير مواصلتين وثلاثه واربعه وتنتقل من مكان لمكان تاني خالص علشان تروح تصرف حواله بريديه او علشان تاخد تستلم اي ورقه ايا كانت. فكره وجود المركز التكنولوجي، فكره وجود مراكز الشباب، فكره وجود اماكن لتقديم خدمه صحيه محترمه تليق بالمصريين بقت موجوده وبقت بالفعل حصلت في أكتر من 42 قرية من محافظة البحيرة. معانا دلوقتي منورنا الدكتورة كريمة السلموني، منسق حياة كريمة في البحيرة. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. صباح الخير عليك. صباح الخير. أخبارك إيه؟ منورين البحيرة ومنورين قرية الأبعادية، وأهلا وسهلا بحضراتكم والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. لو جينا قلنا إزاي حياة كريمة فرقت في الأبعادية بالذات؟ لو هنتكلم على الأبعادية بالذات زي ما حضرتك شايفة، يعني أنا بس حابة أقول في البداية إن بنشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية على تشريفه لمحافظة البحيرة كلها امبارح بتواجده، يعني تواجد سيادته امبارح ما كانش تشريف للأبعادية بس، كان تشريف للبحيرة كلها وتتويج لجميع الجهود المخلصة اللي تعاونت علشان تظهر مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة في نموذج بسيط من اللي بيتم في 42 قرية زي ما حضرتك قلتي من شوية بالست مراكز. فلو بصينا حوالينا في قرية الأبعادية حضرتك هتلاقي عندنا مجمع خدمات حكومي، مجمع خدمات زراعي، مجمع مدارس كمان ابتدائي اعدادي ثانوي، مكتب بريد مطور، هنلاقي عندنا رصد طرق، هنلاقي عندنا شبكات صرف، شبكات مياه، شبكات كهرباء تم تغييرها كلها، ميه برضو تم تغيير شبكاتها. هنتكلم عن الطرق، الطرق بقت يعني ممهده سهل ان احنا نروح ونيجي في اي مكان، عندنا نقطه اسعاف، عندنا نقطه اطفاء باتنين نموذج سياره، عندنا سوق حضاري، يعني القرية فعلا شكلها اختلف وشكلها اتغير، بقت قرية نموذجية، نقدر نقول قرية نموذجية او قرية مثال للحياة الكريمة اللي كان بيأملها فخامة السيد رئيس الجمهورية ان يتم تقديمها للمواطنين. طيب دكتورة كريمة، انت في المحافظة بقالك قد ايه كمنسق حياة كريمة؟ من بداية المبادرة الحمد لله اشرف طبعا. قد ايه مثلا؟ كده بالظبط 3 سنين. 3 سنين. انت اصلا من ابناء محافظة البحيرة مش من المحافظة؟ المحافظة الغربية. من الغربية. ويعني اشتغلت في البحيرة فالحمد لله كده. طيب. بقالي 9 سنين في البحيرة. طيب أول ما جيت المحافظة وبدأ المشروع بتاع حياة كريمة في المحافظة وبدأتوا تنزلوا الشارع، هل الناس كانت متقبلاكوا في البداية؟ كانت واثقة فيكوا؟ يعني الكلام الناس سمعت كلام كتير بالمناسبة، وخلينا واقعيين. بيجي يقولوا هيطوروا معرفش فين وبيمشوا ما بيعملوش حاجة، بيدخل المسؤول معرفش رئيس المدينة يدخل وياخد الجولة بتاعته وبعد ما يمشي يبقى الوضع على ما هو عليه. انت بتسمع معانا ولا ايه؟ طبعا. لا ما هو ده حالنا، يعني خلينا برضو يعني واقعيين، ده حالنا والناس كلها عارفة الكلام ده. فلما يجي لهم حد يقول لهم احنا مبادرة حياة كريمة، عشان يبتدوا الناس دي يغيروا وجهة نظرهم ويبتدوا يصدقوه لازم يبتدوا يشوفوا حاجة على أرض الواقع. فخلينا نبتدي كده، أول ما نزلتوا كان رد فعل الناس إيه؟ طيب هقول لحضرتك، هو في البداية خالص يعني تم تكلفنا إن من قيادات طبعا المحافظة إن إحنا ننزل نقعد مع الناس ونسمعهم. ننزل نسمع الناس، شكلنا لجان تنمية متكاملة في كل مركز ومنها في كل قرية. في البداية أول ما نزلنا الناس طبعا في منهم اللي انقسم نصين، نص زي ما حضرتك قلت كده ان هو لا يعني ده هم جايين بس يقولوا لنا كلمتين ومش هينفذوا حاجه، جايين ياخدوا صوره ويمشوا. في النص التاني قال ايه، طب ما تخلونا نسمعهم ونجرب ونقول على اللي احنا عايزينه. فاحنا بقينا بنشتغل على النقطه دي، ان نكسب ثقه الناس ونقول لهم ان كل طموحاتكم وامانيكم احنا هنشتغل قدر الامكان وقدر الاستطاعه ان احنا نقدر ننفذها. وبقينا ننقل لهم برضو يعني بعض كلمات من اللي كان بيقولها دايما فخامه رئيس الجمهوريه في المؤتمرات، مؤتمر الوطن للشباب كان بيتكلم فيها عن مبادره حياه كريمه ان هي يعني هندخلها هنغير شكل القريه فعلا. يعني بقينا واحده بواحده يبقى هم موجودين معانا. لما شكلنا لجنه تنميه متكامله كانوا موجودين معانا منها قيادات طبيعيه، شباب، سيدات، افراد طبيعيين من القريه.
بقوا يبقوا موجودين معانا واحنا بنوفر الارض، يعني نشوف مثلا احنا خلاص عرفنا ايه المشروعات اللي القريه عايزاها، بقينا نفلتر يعني مثلا في حاجات اولويات نحط الاولويات ونشتغل عليها، وبعد كده نيجي مرحله مرحله لحد ما نوصل لكل طموحاتهم وامانيهم. لجنه التنميه المتكامله دي كانت بتبقى موجوده معانا في خطوه خطوه، بيشوفوا بقى بيشوفونا واحنا بنوفر الارض، بيشوفونا واحنا بنسلم الارض لجهه التنفيذ، بيشوفونا واحنا بنتابع دايما وبيقولوا لو عندهم مثلا مشاكل شايفين اي حاجه عايزينها تتغير بقى يرفعوها لنا، واحنا بالتالي نرفعها للقيادات في المحافظه ومنها الى جهه التنفيذ عشان تبدا ترجع تاني للارض نفس الدايره اللي احنا بنتكلم فيها، نعدل برده ونشوف لو في حاجه متاحه ليهم. فواحده واحده اول ما بداوا يشوفوا ان خلاص يعني بناخد الارض وبنخطط الارض وبنبدا بقى يعني نحفر فيها ونحط اساسات، مش مصدقين يعني انتوا فعلا انتوا ايه ده، يعني الناس تيجي فعلا انتوا هتشتغلوا بجد بقى، انتوا بجد هتشتغلوا؟ فبنا نطمنهم ونقول لهم يعني اصل سياده الرئيس لما يقول حاجه احنا مش هنسمعها ونقول طيب خلاص وشكرا، لا بتسمع وبتتنفذ. لو الرئيس لما بيقول حاجه بيتابعها بنفسه اكيد طبعا اكيد. ومبادره زي دي احنا بنقول عليها دايما مبادره رئاسيه، يعني هو سيادته اللي اطلقها وهو اللي بيتابعها فعلا زي ما حضرتك بتقول، يعني على طول بشكل دوري بيترفع بيها تقارير وبيتعرض على سيادته، وسيادته طبعا يعني بيقول لو في حاجه مثلا مش مظبوطه احنا بنرجع نشتغل عليها تاني. دايما بيبقى في ترتيب اولويات. لما جيتوا قعدتوا مع الناس في الاول، اول حاجه قالوا لكم لازم تعملوها لنا عايزينها دلوقتي حالا كانت ايه؟ كان من اول اولوياتهم الصرف الصحي والصحه والتعليم. ثلاث اولويات مش واحد بس. اه بالظبط كده، يعني حضرتك زي ما شفتي كده دلوقتي في القريه هم كانوا بيأملوا ان يكون عندهم صرف صحي، الكرة كانت محرومه. وفعلا لو قلت لحضرتك عدد محطات الرفع اللي اتعملت في محافظه البحيره في الست مراكز المرحله الاولى بس 287 محطه رفع ب 22 محطه معالجه، الرقم ده في ست مراكز يعني يدل لحضرتك على ان الكره دي فعلا كانت محرومه. يعني انا دلوقتي بعمل ما يقارب من 300 محطه رفع ومعالجه، يبقى معنى كده هم كان عندهم ايه. ولو بنتكلم برضو على اطوال شبكات المرافق صرف صحي وميه 3.6 كيلو متر طولي، يعني كتير جدا، فده فعلا كانوا محرومين، ما كانش في اصلا خدمه صرف صحي. فلما بنتكلم دلوقتي على كل الارقام دي، لا يعني احنا بقينا في نقله نوعيه فعلا. كل اللي سياده الرئيس يعني قال عليه ان احنا نسمعه وننفذه بدانا فعلا ننفذه. بدايه الصرف الصحي، لو الطريق اللي حضرتك يعني احنا قاعدين عليه دلوقتي ده انا ما اقدرش ارصفه بالشكل ده غير لما يكون عليه كامل الخدمات المرافق من صرف صحي ومن ميه ومن كهرباء ومن الياف ضوئيه عشان اقدر اوصل ان انا ارصفه بالشكل ده. صحيح. طيب المؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة اسمها أنت الحياة. تمام. المبادرة دي فيها فعاليات كتيرة قوي عايزين نتكلم عنها بالتفصيل، لكن خليني أبدأ بحاجة مهمة وهي ملتقيات التوظيف اللي بتعملوها للشباب. تمام. طيب هقول لحضرتك احنا من حوالي شهرين المحافظة كانت أطلقت ملتقى توظيف، كانت عمل في المنطقة اللوجستية، يعني حضر يوميها عدد يقارب يعني الآلاف، كان عدد كبير جدا، عدد مهول. احنا كنا يوميها واقفين مذهولين، كنا متخيلين ممكن ما فيش حد يجي، لا الشركات كانت كتير جدا، عدد الشركات كان كتير، عدد يعني المتقدمين على الوظائف كان كتير جدا، ويعني والفيدباك برضو اللي جه او الوظائف اللي الناس خدتها لا كانت وظائف مرموقه، كانت وظائف كويسه كلها، كان بمقابل او بعائد مادي بيدل برضو على ان ده احنا بنعمل احنا بنتكلم في حياه كريمه. بالظبط، يعني المواطن يعني مش بس مجرد وظيفه عاديه، لا وظيفه كويسه بمقابل او بعائد مادي محترم يخليه حاسس ان هو فعلا في حياه كريمه. لو هنتكلم هنرجع لامتى الحياه، امتى الحياه كانت مبادره اطلقتها فعلا مؤسسه حياه كريمه، وكانت موجوده هنا في الابعاديه من يوم الخميس لحد وقتنا. كان فيها خدمات طبيه، كان فيها ملتقى توظيف، خدمات طبيه، فيها قوافل طبيه، قوافل طبيه كامله، 14 عياده متنقله ب 17 تخصص بما يقارب ال 30 طبيب، بيقدم فيها الخدمات بالمجان من كشف، من ادويه، من اشعه، من تحاليل، كل الخدمات الطبيه كانت متاحه. كان عندنا توعيه، كان عندنا استكتاب وامتحانات فوريه المحو الاميه، كان عندنا ملتقى توظيف زي ما قلت لحضرتك في البدايه، كافه الخدمات. عايزين نتوقف عند حملات التوعيه. طبيعه هذه الحملات التوعية ضد ايه بالظبط؟ الفئات المستهدفة من هذه الحملات؟ جميع الفئات، شباب ومرأة ورجال. كان في جزء منها توعية صحية، كان في جزء منها توعية من اجل التوظيف،
كان في جزء منها توعية اجتماعية أو توعية يعني زي ما يقول عشان نحس الناس إن هم يربوا أولادهم إزاي تربية سليمة، تربية صحيحة، نحسهم برضو على إن إحنا يعني نعلم بناتنا. عارف إحنا دايما في الكرة بنحس على الموضوع ده، يعني بنحد شوية من الزواج المبكر، إحنا بنهدف إن إحنا نمنعه طبعا، بس ده كانت التوعية كانت ماشية في الإطار ده. كان فيها برضو كمان من ضمن الخدمات اللي كانت بتقدم الغارمين والغارمات، كنا طبعا بناخد لستة بيهم نشوف طلباتهم ايه، وبيتم طبعا دفع الفلوس اللي كانت عليهم. من ضمنها برضو كمان اصدار بطاقات رقم القومي للسيدات بالمجان، سواء لاول مرة او تجديد، ده للناس اللي موجودة في قرية الابعادية كخدمة مقدمة للاهالي. كان من ضمن الحاجات الثانيه اللي كانت عندنا برضو زي ما قلت لحضرتك من شويه الامتحانات الفوريه المحو الاميه، فتحنا برضو فصول لمحو الاميه. طب خلينا نقف عند كل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي، استخدمتوا مين؟ يعني الناس اللي جت اتكلمت مع الناس عشان تعمل توعيه، الناس اللي بتدرس في فصول التوعيه، مين؟ اهل المكان نفسه ولا ضربتوهم الاول؟ اكيد يعني عشان انا اثق في حد ان هو يكلمني لازم انا اكون عارفاه الاول، لكن لو انا جبت حد من بره يتكلم معايا ممكن ما يبقاش، يعني لو قلنا هيبقى ممكن فيه 30-40% ثقه، لكن لما اجيب من اهل المكان ده هيبقى يعني مصدر ثقه ومصدر امان ليهم، هيقدروا هم يتعاملوا معايا بسهوله، هيقدروا يتجاوبوا ويتفاعلوا معايا كمان بسهوله. فده اللي كان بيتم فعلا، المتطوعين اللي في مؤسسه حياه كريمه من اهل القريه ومن اهل المركز، فكان اقرب ان هو يوصل المعلومه او يوصل الخدمه لاهل القريه. اعتقد انه بقى في ود بينكم وبين الناس دلوقتي، الناس بقت عارفاك وعارفه كل اللي انا عايز اقول لحضرتك ان انا كريمة. بمشي في الشارع دلوقتي الناس كلها بقت عارفانا خلاص. اتفضلي يا دكتوره، اتفضلي. بالظبط كده، بالظبط، يعني خلاص تعالي افطري اشربي قهوه اشربي شاي، فالناس خلاص بقت عارفانا، يعني احنا بقينا بنعتبر نفسنا من اهل الابعاديه خلاص. وده ده كان شكل الاستقبال في الاول؟ نعم، ده كان شكل الاستقبال في الاول ولا كانوا لا انا قلت لحضرتك في البدايه هم كانوا مش عارفين احنا جايين نعمل ايه، او احنا جايين بس ايه، يعني زي ما هم كانوا بيقولوا جايين نتصور ونمشي وبعد كده مش هيشوفونا تاني. لكن دلوقتي لا، يعني دلوقتي الوضع اختلف تماما، هم شايفين على الطبيعه، شايفين بعينيهم او لامسين. يعني مجمع الزراعي اللي ورا حضرتك ده بيقدم في ثلاث حاجات، جمعيه زراعيه بتصرف في السماد وبتديهم برضو خدماتهم، ووحده بيطريه، وفي مركز ارشاد زراعي بيوعيهم، كان بيعمل جلسات توعيه دايما وبيعرفهم المحاصيل الزراعيه والتوعيه باهمها وازاي نراعيها او نشوف، بيعملهم كمان تدريبات مش بس واقف على كده. فده مجمع متكامل. ولو اتكلمنا مجمع خدمات الحكومي عند حضرتك في بريد، عند حضرتك في تضامن، في تموين، في سجل مدني، انا مش محتاجه ان انا اروح ضمنهول علشان اعمل بطاقه، انا اعمل بطاقه من هنا، مش محتاجه اروح ضمنهول عشان اوثق عقد، عندي شهر عقاري هنا. مكتب متكامل يعني مجمع فيه كافه الخدمات. مركز التكنولوجي برضو مش محتاجه اروح الديوان عام المحافظه او اروح مثلا مركز تكنولوجي في مركز ضمنهول في الوحده المحليه، لا المركز التكنولوجي موجود عندي، كل الخدمات موجوده عندي. يعني هو بقى واثق وعارف ان خلاص، وده يعني بيبقى مثال للي بيحصل في باقي الكرة، فالناس بقت مصدقه. لان احنا كمان يعني مش ده بس اللي انتهى، مش الابعاديه بس اللي خلصت، لا احنا عندنا حاجات كتير قوي. احنا نسبه التنفيذ حاليا 75%، فلما اوصل لنسبه 75% يعني بقيه الناس في المحافظه حاسه باللي احنا بنعمله. طيب ده عظيم جدا، دعم المراه وتمكينها اقتصاديا جزء مهم جدا في مبادره حياه كريمه، ازاي بتتواصلوا مع السيدات هنا في قريه الابعاديه وطبيعه الاستجابه كانت عامله ازاي؟ هو التواصل مع السيدات تحديدا في عندنا شقين، لو نتكلم على الشق الاول متطوعين زي ما اتكلمنا متطوعين للمؤسسه، او الجزء الثاني ده اللي اكثر احتكاكا بقى كمان بيهم، رائدات ريفيات سواء من التضامن الاجتماعي او رائدات ألف سلام، أو رائدات ريفيات من التضامن الاجتماعي أو رائدات ريفيات من الوحدات الصحية. دول لمسينهم لأن كل رائدة بيبقى معاها مجموعة أسر معينة هي دي بس اللي بتشتغل عليها، فتبقى عارفة كل تفاصيل حياتها، تبقى عارفة هي بتشتغل على إيه، هي عارفة همومها إيه في البيت، تبقى عارفة أولادها قد إيه، هي محتاجة إيه. فإحنا لما بنيجي نمكن المرأة بذات اقتصاديا في الريف بنشوف على حسب احتياجاتها، بيتم مثلا تدريبها على إعادة تدوير المنتجات اللي موجودة أو الخامات المتاحة عندها في المنزل لو هتشتغل عليها،
او في سيدات تانية مثلا بيتم تدريبهم وتمكينهم ان هم بيعملوا المخبوزات ونبدا احنا نسوق لهم ويبداوا يشتغلوا عليها. في مثلا واحده تبقى يعني شاطره في شغل البيت زي ما بنقول، اه في حد في شاطر في الخياطه فممكن نوجهه وندربه. كل حد يعني شاطر في حاجه معينه احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نجمع مجموعه منهم ونعمل لهم تدريبات ونعمل لهم توعيه ويشتغلوا عليها. وبعد كده عندنا نوادي مرأة تابعه للاداره الصحيه بيتعمل بيها معرض لمنتجات وبيتم عرض المنتجات دي كلها. احنا كان عندنا لسه معرض قريب في افتتاح حمله حق التنظمي، كان موجود فيها منتجات مخبوزات، منتجات خياطه، بيعملوا مفروشات للسراير، المنازل، كروشيه، كل وحتى الحاجات اللي احنا الاكسسوارات دي كلها هم بيعملوها برده، بيعملوها من الصلصال. فدي كانت موجوده كمان معانا في الدكتوره. دي كانت اكتر حاجه موجوده مشكله، يعني السيدات اغلبهم موهوبات واغلبهم كانوا شاطرين اصلا في موضوع المخبوزات مثلا او في موضوع الاشغال اليدويه، لكن كان بيبقى ناقصهم الباكجينج او التغليف، كان بيبقى ناقصهم التسويق. الحلقه اللي كانت مفقوده دي هي دي اللي قدرتوا توفروها، هي دي الحاجه البسيطه اللي كانت، يعني هو زي ما حضرتك قلت هي بتعمل كويس جدا بس مش عارفه طب تسوق ازاي او تسوق لمين او تعرض منتجاتها فين او تغلفها ازاي او تكتب عليها ايه عشان انا لو شفتها مع حضرتك اعرف اوصل لها تاني. هي دي الحاجات اللي كانت ناقصه ودي اللي احنا بدانا نشتغل معاهم عليها، ان يعني نعرفهم ازاي يعملوا الموضوع ده. وفعلا يعني بقى الناس هنا زي ما حضرتك شايف يعني الناس كلها بقت ما شاء الله يعني شغاله. وعايزه اقول لحضرتك كمان ان نسبه البطاله في محافظه البحيره انخفضت جدا من 11.8 2017 حاليا 3.4. عظيم. انا بتكلم ان نسبه البطاله انخفضت انخفاض كبير جدا. انت كمان كنت بتتكلمي في حاجه مهمه قوي، بتتكلمي في حمله حقك تنظمي لدعم السيد التنظمي طبعا بالنسبه للخلفه وكده. مظبوط. طبعا احنا عارفين ان اهالينا دايما في القرى يعني ما بيكونش عندهم وعي انجابي كافي. ازاي قدرتوا تقنعوا الناس هنا او توعوهم من الناحيه الانجابيه؟ اقتنعوا الاول. نعم اقتنعوا الاول. هو عشان يقتنع برضو تغيير الوعي بالذات غير تغيير اي حاجه، يعني انا لو بغير حاجه ثابته سهل ان انا اقوم اغير، هشيل حاجه واحط حاجه. مظبوط. لكن الوعي لو انا عايزه اقنع حضرتك بحاجه ممكن حضرتك ما تقتنعيش ما تتجاوبيش معايا، لكن لو انا قعدت مره واثنين وثلاثه واحاول مرارا وتكرارا زي ما بنقول هو ده اللي بيشتغل على تغيير الوعي. فبالذات في نقطه الانجاب، لان دايما الثقافه الشائعه عندنا ان كل حد بيجي برزقه، فيعني ده ربنا هو اللي بيرضى. العيال عزوه زي ما بنتكلم، يعني كده انا عزوتي ان يبقى معايا اولاد كتير. فدي الثقافه اللي موجوده في القرى ودي راسخه عندهم، عشان نغيرها كنا احنا بنبدا نشتغل ونتكلم معاهم ان ده لو مثلا اسره فيها 10 اولاد ازاي اسره فيها 2 3 4 هقدر اراعيهم، مش بس الرعايه والاكل والشرب، الرعايه النفسيه كمان. بس هو ده احنا كنا بنشتغل عليهم، يعني بنتكلم مع الناس فيه. وبرده كنا بنتكلم على الفصول، يعني حضرتك لما تنجب اطفال كتير هتخلي برده في كثافه، فهترجع انت تقول في كثافه. الكثافه دي جت منين؟ والدوله بتبني مدارس. احنا بس في حياه كريمه في 6 مراكز، اتكلم على 6 مراكز بس، عملنا 173 مدرسه انشاء جديد و117 مدرسه تطوير باجمالي 290 مدرسه. يعني الدوله شغاله على عظيم مجهود كبير جدا، مش بس في قريه الابعديه كمان في قرى المحافظه بشكل عام. من مؤسسه حياه كريمه احنا بنشكر حضرتك طبعا منسق حياه كريمه دكتوره كريمه السلموني، شكرا جزيلا ليك. شكرا، ربنا يخليك، شرفتونا ونورتونا. شكرا لحضرتك.